انفرد عدد من سائقي التاكسي الأصفر برفع العداد بشكل عشوائي على المواطنين، الأمر الذي أثار تذمرا وشكوى لدى مواطنين يستخدمون التاكسي. واشتكى مواطنون ممن يستخدمون التاكسي الأصفر من رفع أجرة العداد بشكل عشوائي وبزيادة تتراوح بين 25 و30 قرشا، وتعتزم هيئة تنظيم النقل البري رفع أجور النقل العام بعد رفع الحكومة بداية الشهر الحالي لأسعار البنزين بصنفيه أوكتان 90 و95، لكنها لم تحدد نسبة الرفع أو الوقت الذي سينفذ به القرار.